تفقد المدير العام للهيئة العامة للبيئة شيخ عبد الله الأحمد الحمود الصباح اليوم المناطق الصحراوية بشمال البلاد، وذلك عن طريق جولة جوية بالطائرة المروحية بالتنسيق مع وزارة الدفاع. الجولة تهدف إلى رصد ومراقبة التأثيرات البيئية من المخيمات الربيعية، وكذلك الاطلاع على المناطق المتضررة من الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى متابعة الأحوال البرية والعمل على الحد من التعديات على البيئة البرية لزيادة البقعة الخضراء في البلاد. وقد نشد الشيخ عبد الله الأحمد الحمود الصباح المواطنين والمقيمين، خاصة رواد البر وأصحاب المخيمات الربيعية، بضرورة مراعاة الجوانب البيئية والحفاظ عليها وحماية مواردها الطبيعية لضمان استدامتها. كما أثنى الشيخ عبد الله الأحمد الحمود الصباح على الجهود التي بذلت من قبل جميع الجهات التي شاركت في الحد من مخاطر السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخراً.